شاهد الفكرة العبقرية لأب صيني يخترع جراب الأمان لحماية طفله الرضيع من فيروس كورونا. يحاول كل شخص أن يجد طريقة لحمايته من التقاط عدوى فيروس كورونا الذي انتشر بكافة دول العالم، فلم يعد أحد في أمان من هذا الفيروس وفقا لما أكدته منظمة الصحة العالمية، فالجميع معرض لخطر العدوى سواء كانوا أطفال أو شباب أو كبار السن. وفي محاولة لإيجاد مكان آمن من فيروس كورونا، ابتكر أب صيني جراب أمان ليضع فيه طفله الذي لم يتخطى عمره عدة أشهر لحمايته من الفيروس. وعرضت صحيفة ساوث تشاينا بوست فيديو يعرض ما قام به الأب الذي يعيش في شونغهاي شرقي الصين لجراب أمان لحماية طفله من الفيروسات التاجية. والجراب مجهز بفلتر وشاشة توضح جودة الهواء داخل الجراب للتأكد من أن الهواء الذي يتنفسه الطفل نقي ولا يوجد به أي فيروسات قد تصل إلى الرضيع. ووصفت الصحيفة الأب بالمبدع والذي ظل يفكر في الطريقة التي يحمي بها طفله الرضيع من العدوى حتى لا يواجه متاعب وآلام الإصابة بفيروس كورونا. وصنع الأب المبتكر الجهاز من قطعتين، الأولى كابينة يوضع بداخلها الطفل الرضيع ومقفلة تماما، ولكن سطحها شفاف حتى يتمكن الأب من رؤية طفله، والجزء الثاني جهاز التنفس والذي يوصل الهواء نقي للطفل يتم تعقيمه والتأكد من خلوة الفيروسات، ويحمل مؤشر عن نسبة نقاء الهواء داخل الكابينة التي يوجد بها الطفل. ولحماية نفسه وزوجته من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، يقوم الأب الصيني وزوجته بارتداء قناع للوجه يحتوي على أجهزة تنقي الهواء من أي شيء يعلق به، وذلك عند خروجهم خارج المنزل. يذكر أن الصين قد شهدت أول ظهور وتفشي للمرض، والذي ظهر لأول مرة بمدينة ووهان بمقاطعة هوبا، وحصد أرواح الكثيرين وأصيب الألاف بالفيروس المستجد. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائماً.